هذه كانت مفاجاه بالنسبه لي. انا ما كنتش كنظن غادي يديروا لي التكريم، لان دار ديك المره وعاود دار هذه المره، فانا كنشكرهم بزاف. لان هذا خصها تبقى دائما كل عام، بالاخص ملي ولاو كيجيبوا صنو مزيانه، كيجيب راك شي داك التنظيم كان يعني كيستاهلوا كل التنويه. ولينا كنشوفوا في ضرب مولاي شريف تنظيم فيه لا صنو وفيه فيه بزاف ديال الحوايج. لا باقي، لا باقي تبارك الله، باقي المشاب باقي. لا يعني مجموعات يعني جديده، مجموعات جديده في هذا المنوال كاينين، غا ما كتسمعوش بهم. كنا با كيديروا مهرجان في شي في شي بحال في سلا في مراكش، كيجي واحد العدد المجموعات كيغنيو هاد. يعني الشعور ديال التكريم هذا اليوم؟ وا في الحق راه دابا قرب 80 عام وكيديروا لك التكريم، اش بغيتي راه بخير. العظمه مزيانه بصح، هي بالعكس، لانه ولات مدرسه الغيوان، اي الشباب كله كي واخا بطريقتهم الخاصه، ماشي ضروري يديروا بحالنا. كاين بزاف الشباب كياخذوا هذا الغناء ديالنا وكيديروه بطريقتهم، كيدخلوا عليه الات غربيه حسب المفهوم ديالهم العصر والموسيقى اللي ولات دابا. انت القضيه في طاقيه ما نعم اجي الرساله ديالك الشباب ديال الحين النادي والشباب اللي مولوع الثقافه الغيوانيه اللي في مصر. الشباب بزاف ماشي مولوع غير بالثقافه الغيوانيه، كاين واحد العدد مولوعين حتى بالثقافه ديال الاجيال ديال الرواد، الرواد اللي فاتوا بحال عبد الوهاب الدكوالي الله يذكره بخير، بحال عبد الهادي بالخياط الله يشافيه، بحال الحياني، نعيمه سميح، الغرباوي، اسماعيل احمد، البورزقي، واش فهمتي؟ واحد العدد ديال الراجدي، واحد العدد ديال راه ولاو مولوعين بهذا الشيء، ولاو رجعوا لهذا التراث، لا عند الرواد ولا عند الظاهره الغيوانيه او ظاهره المجموعات.